بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مع رابع أيام وانطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي على أرضية الميدان الذكي في المرموم في دانة الدنيا دبي، ومع انطلاقات سن الإذاع في 6 كيلومترات. شكرا للزملاء على التواصل. هكذا الانطلاقات والتحديات تستمر على أرضية الميدان الذكي، رابع الأشواط والانطلاقات، وأولها مع الجعدان المهجنات الأصايل تعلن الانطلاقة والبداية مع هذه الشعارات القادمة والمشاركة. مباشرة أتقدم مع قنوات دبي ريسينج والقنوات المصاحبة لنقل هذه الأحداث. أنطلق على الهواء بثا مباشر. النداوي على المركز الأول، حمد بن محمد بن فهيد العجمي بن بيشان على ما أظن يأتي وينطلق ويقدم. النداوي على المركز الأول. المركز الثاني عماش سعيد بن غدير بن سعيد بن لويهي الدرعي القادم على المركز الثاني. الثالث أصيل لعبد الله بن عنبر بن ذويب العامري. المركز الرابع، الرابع والوال ماجد بن علي بن سالم الكتبي يقدم، والوال على المركز الرابع. والمركز الخامس لايق مطر بن محمد بن سهيل بو حسن العامري، بو حسن العامري القادم في هذه اللحظات. والمركز السادس ياتي لايق عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري. المركز السابع وتابع الفايز محمد بن سويد بن قشمان المنصوري القادم على المركز السابع. والمركز الثامن ياتي شاهين سالم بن حمد بن جذوة العامري القادم مع شاهين وادهم على المركز، على المركز التاسع ادهم خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي القادم مع ادهم. وانطلاقاتي ادهم في هذا المسار. نتابع المركز العاشر من الجانب الاخر، الناطق الرسمي يقدم عقاب عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. وندانا الأول للعشر المراكز الأولى المنطلقة، وتابع الأسماء القادمة في الكادر السفلي. شعارات قادمة تبحث عن أول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل في انطلاقات سن الإذاعة. عودة مع البداية، البداية تحمل انطلاقة ضيوفنا الكرام من المملكة العربية السعودية. وبن بيشان، بن بيشان غني عن التعريف يقدم دائما نجومية والأروع في أشواط الإنتاج. انتصفت 6 كيلومترات يا راعي النداوي حمد بن محمد بن بيشان العجمي على المركز الأول وعلى الصدارة. أصيل القادم، أصيل عبد الله بن عنبر بن ذويب العامري القادم مع اصيل المركز الثالث. والوال، والوال ماجد بن علي بن سالم الكتبي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع لايق، لايق عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري قادم على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس وتابع في هذه الانطلاقات شاهين لحميد بن راشد بن علي بن عدي الاجتبي. اول ندى لهذا الشعار القادم على المركز الخامس. والسادس ياتي بالرقم 6 في هذا
مشرف القادم سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري القادم على المركز السابع والناطق الرسمي يقدم عقاب عقاب عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي القادم مع هذه الانطلاقات على المركز السادس تابع الأسماء نقترب من 2 كيلومتر والشعارات بدأت في هذه اللحظات بالزحف إلى المقدمة إلى الصدارة نتابع الأسماء الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات القادم وداع بخيت بن علي بالخسواني المنصوري قادم مع وداع والوصول كذلك من قبل المبشر برغش بن طبازة بن الدودة العامري أول نداء لهذا الشعار والقادم الكايد سعيد بن سهيل اليبوني الظاهري أول نداء لهذا الشعار كل الأسماء وصلت بعد مغادرتنا للمنعطف الأخير في هذا المسار في هذا المضمار مضمار المرموم في مهرجان سمو ولي عهد دبي مشاكل سعيد بن سالم بن غدير حذاري من هذا الاسم مخوف حمد بن سالم بن عنود العامري ولكن بعود إلى الصدارة بعود إلى المقدمة إلى المركز الأول 1200 متر المتبقية عن خط النهاية أول أشواط الجعدان المهجنات الأصايل في انطلاقات الإذاع مشرف يتشرف بهذا القدوم سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد المري على المركز الأول المركز الثاني أدهم خليفة بن عبد الله بن منين الشامسي بن منين الشامسي ومن القادم شاهين حميد بن راشد بن عدي الاجتبي القادم مخوف حمد بن سالم بن عنودة وراهي علي بن راشد بالضبيعة أول نداء لهذا الشعار والحنش القادم شامس بن ماجد بن سالم الشامسي قادم مع الحنشية والقادم الشبابي منصور بن سيب بن راشد بن سالمين المنصوري أول نداء للشبابي اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة مشرف على المركز الأول مشرف المرية وبن منين الشامسية والمركز الثالث بن عنود العامري بن سالمين المنصوري على المركز الرابع ولكن المري على المركز الاول راعي مشرف بن مشيط هل الباهية في العاصمة ابو ظبي سلام يا شاعر تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن مشيط المري بانطلاقتي وتحديات مشرف في هذا المسار المركز الثاني أدهم لخليفة بن عبد الله بن منين الشامسي المركز الثالث كان الدخول جماعي ناخذ المركز الخامس راهي لعلي بن راشد بضبيعة الاكتبي هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع التوقيت ولحظات وصول شعار بن مشيط 9:05 4 أجزاء من الثانية تانينا والناموس لمالكي مشرف سعيد بن حمد بن مشيط المري وسلاماتنا إلى الباهية بالعاصمة أبو ظبي المركز الثاني أدهم لخليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي 9:06 3 أجزاء من الثانية المركز الثالث الشباب اللي احتل المركز الثالث 9:07 بالوفاء والتمام الشبابي لمنصور بن سيب بن راشد بن سالمين المنصوري والمركز الرابع مخوف على المركز الرابع لحمد بن سالم بن عنودة العامري تهانينا
والناموس للجميع.